بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. سائل كريم يسأل عن حمل العصا. نقول أيها الفاضل المبارك، بالنسبة لحمل العصا هل هي من السنة أو ليست من السنة؟ الأمر هنا يتعلق بأمرين: حمل العصا عموما ومطلقا، وحمل العصا في يوم الجمعة. أما بالنسبة لحمل العصا عموما ومطلقا فلا يعد ذلك من السنة كما قال جمهور العلماء، إلا لمن كانت له رياسة أو ولاية كقاض أو أمير أو إمام أو شيء من هذا القبيل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يتوكأ على العصا بأبي هم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم إذا كان على المنبر أو شيء من هذا القبيل، وتحمل العنز بين يديه كما صح من حديث أنس، ولكن ما كان الصحابة يحملون عصيا معهم. فلذلك قال العلماء هي لمن له الرياسة والولاية الخاصة والعامة، نعم، لكن لمن دون ذلك فلا يسن له حمل العصا، هذا مطلقا. أما بالنسبة لموضوع الصلاة في اتكاء الخطيب عليها وعلى القوس إلى غير ذلك، هذا العلماء اختلفوا فيه على أقوال. القول الأول الندب والاستحباب، وهذا مذهب الجمهور، قال به المالكية والشافعية والحنابلة. والإمام مالك رحمه الله يقول في المدونة الكبرى وفي جواهر الإكليل وفي حاشية الدسوقي، يقول: وذلك مما يستحب للأئمة أصحاب المنابر أن يخطبوا يوم الجمعة ومعهم العصي يتوكؤون عليها في قيامه، وهذا الذي رأينا وسمعنا. وقال الشافعي: أحب لكل من خطب أي خطبة كانت أن يعتمد على شيء، هذا موجود في كتاب الأم وهو معتمد الشافعية وفي نهاية المحتاج وفي حاشية قليوبي وعميرة. ويقول البهوتي من الحنبلي: ويسن أن يعتمد على شيث أو قوس أو عصا بإحدى يديه. طبعا حديث القوس والعصا صحيح، لكن الشيث حديثه ضعيف كما نقل ذلك في كشاف القناع وفي الإنصاف. طيب ما هو الدليل الذين قالوا بذلك؟ أيوة، دائما نبحث عن الدليل يا أخوان. الدليل عند أبي داود وحسنه العلامة الألباني ومن قبله ابن حجر، آسف، ومن قبله ابن حجر وقاله أيضا عبد القادر شعيب الأرمعوطان رحمة الله على الجميع، من حديث الحكم بن حزم الكلفي قال: قدمت على النبي في عام الوفود سابع سبعة أو خامس خمسة، قال: فجلسنا عند النبي عليه الصلاة والسلام وأعطانا تمرا، سبحان الله، وهذا فيه الضيافة بالتمر، وكان الأمر ذول، يعني كانت المشغبة شديدة. قال: وبقينا عنده أسابيع وحضر معه الجمعة عليه الصلاة والسلام، قام متوكلا على عصا أو قوس فحمد الله وأثنى عليه ثناء خفيفا وخطب بنا عليه الصلاة والسلام، وهذا يعني حديث عمدة في هذا الباب. القول الثاني قول الكراهة، وهو قول الحنفية، ورغم أن هناك بعض الحنفية خالفوا في ذلك، وقال صاحب التتار خانية ونسبه لصاحب المحيط البرهاني: وإذا خطب متكئا على القوس أو على العصا جاز، إلا أنه يكره لأنه خلاف السنة. وطبعا احنا مر معنا أن هذا ما هو خلاف السنة، النبي فعله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وفي الفتاوى الهندية، طبعا هذا على مذهب الحنفية، هذا الفتاوى: ويكره أن يخطب متكئا على قوس أو عصا، كذا في الخراسة وهكذا في المحيط، ويتقلد الخطيب السيف في كل بلدة فتحت بالسيف، كذا في شرح الطحاوي. والعلامة ابن القيم رحمه الله أيضا يقول، طبعا هو يرى أن الاتكاء على العصا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في المنبر، وذكر ذلك في الزاد، قال: ولم يكن يأخذ بيده سيفا ولا غيره، وإنما كان يعتمد على قوس أو عصا قبل أن يتخذ المنبر، وكان في الحرب يعتمد على قوس وفي الجمعة يعتمد على عصا، ولم يحفظ عنه أنه اعتمد على سيف. وما يظنه بعض الجهال أنه كان يعتمد على السيف دائما، وأن ذلك إشارة إلى أن الدين قال السيف، فمن فرط جهله
فإنه لا يحفظ عنه بعد اتخاذ المنبر أنه كان يرقاه بسيف ولا قوس ولا غيره، ولا قبل اتخاذه أنه أخذ بيده سيفا البتة، وإنما كان يعتمد على عصا أو قوس. انتهى كلامه من زاد المعاد. لكن هذا الكلام تعقب بأن الخلفاء أبو بكر وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يتكئون على عصا على المنبر إذا قاموا إليه. هنا بعض الناس قال طيب العصا نحطها على المنبر ولا هو يطلع به؟ قالوا يضعه على المنبر. كذا بعض البلدان مثل السودان وكذا اللي عندهم المذهب ذلك تلقى أنه يحطط لك عصا جاهزة على ليش على المنبر. حتى قال بعض الفقهاء قال كما فعل المعبود قال وإن لم يرد عصا أمسك برمانة المنبر. وقال بعضهم ويضع يده اليمنى على اليسرى أو أن يرسلهما إلى جنبه. قالوا وذلك أحفظ للبه وجوارحه، وأنه يمنع من اضطرابه، وأنه يمنع من اضطرابه. الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع لما مر على قول المصنف ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا، قال الشيخ رحمه الله يسن أن يعتمد حال الخطبة على سيف أو قوس أو عصا، واستدلوا بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحته نظر، ثم نقل كلام ابن القيم السابق. ثم قال الشيخ أن الاعتماد إنما يكون عند الحاجة، فإن احتاج الخطيب إلى اعتماد مثل أن يكون ضعيفا يحتاج إلى أن يعتمد على عصا هذا السنة، لأن ذلك يعين على القيام الذي هو السنة، وما أعان على سنة فهو سنة، وأما إذا لم يكن هناك حاجة فلا حاجة لحمل العصا. ونقول هذا الكلام يتعقب، لماذا؟ لأن الذي ما كان يحتاج. ونقول هذا التفصيل لا دليل عليه. هذا بالنسبة لمسألة حمل العصا على المنبر، قلنا قال به الجمهور وندا واستحبابا، وكرهه الأحناف. تتمة للفائدة سأذكر لكم كلاما جميلا أيها المباركون في مسألة حمل العصا. يقول ميمون بن مهران العصا سنة للأنبياء وعلامة للمؤمن. ويقول الحسن البصري رحمه الله فيه ست خصال: سنة للأنبياء وزينة للضعفاء وسلاح على الأعداء وعون للضعفاء وغم للمنافقين وزيادة في الطاعات. وأذكر لكم كلاما جميلا هنا حوار دار ما بين الحجاج وأعرابي. لقي الحجاج أعرابيا فقال من أين أقبلت يا أعرابي؟ قال من البادية. قال وما في يدك؟ قال عصاي أركزها لصلاتي وأعدها لعداتي وأسوق بها دابتي وأقوى بها على سفري وأعتمد بها في مشيتي لتتشع خطوتي وأسل بها النهر وتؤمنني من العث وألقي عليها كسائي فيقيني من الحر ويدفئني من القر وتدني إلي ما بعد مني وهي محمل سفرتي وعلاقة إداوتي أعصي بها عند الضراب وأقرع بها الأبواب وأتقي بها عقور الكلاب وتنوب عن الرمح في الطعان وعن الشيف عند منازلة الأقران ورثتها عن أبي وأورثها بعد ابني وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى كثيرة لا تحصى. ختاما أذكر لكم بعض المواقف التي كانت فيها عصا للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أنه كان إذا خرج يوم العيد أو صلى في البرية فكانت تحمل له العنجة وتركز فيصلي إليها عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكان له محجن وهو عصا معقوفة أو معوجة الطرف يشير بها إلى الحجر إذا لم يستطع أن يقبله ثم يقبلها كما جاء ذلك في الصحيح. وفي الموطأ عن الشيخ بن يزيد أنه قال أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة، وكان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام وما كنا ننشرف إلا في بزوغ الفجر. وأيضا في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له مسطرة. وهذا أيها الفضلاء المباركون يعني بعض ما أردنا أن نذكره على ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام
لما جاءت تلك الصحابية الجليلة رضي الله عنها وأرضاها قالت يا رسول الله، يعني تقدم إلي معاوية وأبو جهم وأسامة، فقال أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال أنك في أسامة. وأيضا جاء في الحديث سبحان الله عند الطبراني وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام في السيرة الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: علق الشوطة يراه أهل البيت ويراه الخادم ويراه الخادم. وعند النساء قال: لا ترفع عصاك عن أهلك أخفهم في الله. هذا طبعا حديث الولد بن الصامت عند الإمام النسائي. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا لكل خير، وأن يعيننا على كل بر، وأن ينجينا من كل سوء وشر. وأختم لكم بهذه الطرفة: أن رجلا احدودب ظهره وأمسك بعصا فرآه شابا وأراد أن يسخر منه، قال: ما هذا القوس يا عمّا؟ قال: سيأتيك به الزمان من غير مؤنة. وقال: ما تحنيت من ضعف ولا كبر، ولكن ليعلم أن المقيم على سفر. اللهم احسن خواتيمنا واغفر ذنوبنا وأقل عثراتنا وتقبل منا. صلى الله عليه وسلم وعلى صحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.